لما تقول حركة النجباء مع احترامنا لحركة النجباء لا شنو نعلة الله عليهم عصابة منفلتة أرجوك أها. عصابة منفلتة خارج القانون المسلحة عصابات منفلتة أستاذ مثال إرهابية منفلتة أها. طبعا أنت لما تمارس السلاح في فرض آرائك على الآخرين في فرض وزارات في سرقة النفط في فرض أجندات عقائدية يعني لما نشوف المسيحي هذا الانسان المسالم اللطيف شايل الصليب ماله دا يمشي مواكب حسينيه. هذا شو نسميه؟ هذا الارهاب بعينه. لا نقعد نقشمر نفسنا. ليش ارهاب؟ هذا تضامن مشاركه. عندنا مو عندنا مسلمين يروحون للكنيسه ويشاركوهم بالقداس؟ شو المشكله اذا كان المسيحي يشارك بالزياره الاربعينيه؟ المسيحي شفاف رقيق والمسلم اضرب الخد الايمن المسلم اعوذ بالله يعتمد كيف يفهم الاسلام. يعني الآن عندما تقول الاسلام او المسلمين في اوروبا الانطباع الاول الارهاب. ما الناس تخاف، انا واحد الناس أي. لما اشوف العمامه اخاف منها. كنت احبها، اعبدها، اقدسها، سواء كانت هذه العمامه اسلاميه، مسيحيه، يهوديه، صابئيه، يزيديه، اي دين، بوذيه، اي دين، كنا نعتبر رجل الدين حاله خاصه، حاله مؤدبه. اليوم باسم العمامه اقيمت محاكم شرعيه، قتل الانسان، قتل الجار نهب الجار قتلت الدولة جار، جار، وهذا ما تريده الدولة الجارة اللا عزيزة إيران هاي بس إيران عندما تتحدث عن الميليشيات عن, المنفلت. عن المليشيات والسلاح المنفلت <applause> احنا نتحدث بنسبه 95% اذا مو 99% طبعا مخابرات ايرانيه والحرس الثوري الايراني وبالتالي شفت البكاء العلني على قاسم سليماني وابو مهدي المهندس يلطمون ويبكون وصارت مجالس العزاء لان المصدر السلاح كان من هؤلاء ومصدر المال من هؤلاء اكو واحد يقدر يعبر صواريخ في تنكرات او في لوريات صاروخ طوله 6 امتار 8 امتار لو اكو دوله ما اكو دوله وبالتالي من يقوم بتعبير هذه الصواريخ والان عندك الطيارات المسيره لحد 1500 كيلو كيلومتر بدات محاوله جرفها الى العراق هذه م. الامور كلها من جهات لا تريد الدوله العراقيه ايران الحاقده لا زالت تتخيل انه المساله حرب عراقيه ايرانيه يابا احنا ما نكره الايرانيين ايرانيين ايضا مظلومين هم فقراء تكره الحكومه الايرانيه انت النظام الايراني النظام الايراني طبعا نظام فاشي ارهابي متطاول متجاوز خطر على امن ايران سلامه الشعب الايراني وسلامه الشعب العراقي والمنطقه وبالتالي ان الاوان لامريكا ان تصحى وأنا الأوان أن نضع تحالف شرق أوسطي مهم. للحد من وجود السلاح المنفلت في الشرق الأوسط لأن التجربة مو عراقية اه 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 لا هنا نوقف لازم نوقف عند هذه النقطة نقطة مهمة جدا ليش تحالف شرق أوسط يعني للحكومة للكتل لا أجهزة أجهزتنا الأمنية قادرة على حصر السلاح بيد الدولة أستاذ مثال السلاح في الشرق الأوسط أصبح سلاح منفلت بأجندات عقائدية إرهابية أو عصابات مافيا مهم. يعني عندما تقوم الميليشيات بالتغطية على شحنة من الكوكايين والهروين والحشيشة ايش تسميها عقائدية؟ طلع عصابات مافيا ضمن إطار وغلاف العقيدة هذه وتلك مهم. هناك سلاح منفلت في لبنان في حزب الله هناك سلاح منفلت في سوريا ميليشيات من أفغانستان من باكستان من العراق من غيره مأجورين مرتزق مهم. يقاتلون في سوريا في الطرفين، في الطرف مع الحكومة، نعم. في الطرف ضد الحكومة، هيدوكو. هناك سلاح منفلت في ليبيا، هناك سلاح منفلت في سيناء، هناك سلاح منفلت في الكثير من المناطق وكلها يعني و... يعني المشكلة مو عراقية أستاذ مثال لا, لا 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 لحظة لحظة، مصادر تسليح هذا هذه المصادر الشبكات المنفلتة يعني مصادر تسليح اللبناني إيرانية، مصادر التسليح الحوثيين إيرانية، مصالح التسليح في في هذه الدوله ايرانيه وبالتالي هناك مصادر ومصالح مشتركه هناك ازمات مشتركه هناك اهداف مشتركه للميليشيات ومن يقف وراء الميليشيات واذا كنا نريد ان نبسط الامن والسلام في الشرق الاوسط علينا ان نجد منظومه امنيه سياسيه تربويه اقتصاديه تحمي شعوب المنطقه تحمي امن الانسان من هؤلاء الوحوش القوات الأمريكية باقية في جمهورية العراق رغم أنف طهران ورغم أنف كل المليشيات هذول الصعاليك المجرمين ورغم أنف من اجتمع تحت التهديد والوعيد والتليفونات أنه بيتك انفجر ومرتك نختطفها وبنتك نختطفها أعضاء مجلس النواب لما صوتوا نصهم كانوا تحت التهديد أه. نعم هذا صحيح ليش أطلع القوات الأمريكية ما خلي تطلع القوات الإيرانية بس اقول لك ماكو قواعد ايرانيه ماكو قواعد ايرانيه ماكو قواعد ايرانيه؟ اي اكو قواعد امريكيه استاذ مثال اي بعلم الدوله والوقاحه نور المالكي انا ها... وقعت هسه اقول لك كافي شكرا انتصرنا على داعش الله مو أخو. انت اللي تقرر ابو طهران مو السيد الولي الفقيه يعطي التعليمات مات انا الا طلع الامريكان غصبا مع انفك يا اللي ولي الفقيه داخل داخل البرلمان استاذ مثال بب... ب... 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 برلمانيين عراقيين قسم منهم رواتبهم من الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية وغيرها